أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، دائما مع برنامج في ظلال رمضان. حلقة اليوم تحت عنوان من الأمور اليومية الثابتة في شهر رمضان. تعرفون رحمكم الله كيف أن الله جل وعلا ملأ أيام هذا الشهر ولياليه بالخيرات والبركات، ورتب ذلك ترتيبا محكما. فإذا أراد الإنسان أن يمضي هذا الشهر المبارك بعشوائية ويتصرف فيه كيفما اتفق، فإنه لن يجني ثمراته ولن يحقق مقاصده، بل المطلوب أن يوضع برنامج محكم يوضع فيه الشيء المناسب في المكان المناسب. وبرامج الناس تختلف حسب أوقاتهم وحسب صحتهم وحسب الظروف المحيطة بهم، وبالتالي من الصعوبة بمكان وضع برنامج يصلح للجميع، ولكن من الممكن أن تحدد فقرات هذا البرنامج وكل يرتبه حسب ما تسمح به ظروفه وحسب ما يقتضيه وضعه. ومن ضمن الأمور الثابتة التي لا بد من الانتباه لها في هذا الشأن، أولا ضرورة الاهتمام بالصلاة، ذلك أن الصلاة معشر الإخوة والأخوات هي أسبق من الصيام، فلا بد من أن نجعلها تحتل الدرجة الأولى من حيث القيمة ومن حيث الاهتمام. فكثير من الناس يضعفون ولا يبالون بأداء الصلاة في وقتها المحدد والالتزام بالمسجد، ما استطاع الإنسان لذلك سبيلا. على سبيل المثال للحصر، كثير من الناس ينامون ويتغيبون عن صلاة الظهر، والظهر من الصلوات الخمس المفروضة والمؤكدة، بينما التراويح مسنونة، وبالتالي فاهتمام الناس بالتراويح أكثر من اهتمامهم بالظهر والعصر، وهذا من الخلل. الأمر الثاني، مطلوب من الإنسان أن يضع في برنامجه صدقة، تصدق يوميا بما استطعت، سواء تعلق الأمر بالدراهم أو بالطعام أو باللباس. والنصيحة والكلمة الطيبة صدقة، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن لا يخلو يومك من مجموعة من الصدقات، أو على الأقل
صدقة من الصدقات. ثالثا، إعادة المظالم إلى من ظلمتهم، والاعتذار لمن أسأت إليهم. فشهر رمضان المبارك هو شهر الغفران، فإذا أردت أن يغفر الله لك فسامح واستسمح. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رابعا، مطلوب منك أيها العبد الصالح في شهر رمضان أن تصوم عن السيئة كما تصوم عن الطعام والشراب وظلم الناس. وهذا الصوم عن السيئة هو أهم صيام، فلا فائدة من صيام تخدشه بالكذب والغش والغيبة والنميمة وشهادة الزور والانشغال بالتوافه والكلام الفاحش وكل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن تصوم عن الحلال وتفطر على الحرام، فتكون كالتي نقضت غزلها. خامسا، لا بد كذلك من الصوم عن وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه الوسائل تسرق كثيرا من الوقت، وهي قليلة النفع. إذا كنت مبتلا بها فاجتنبها في شهر رمضان المبارك لتفوز، وإن كان ولا بد فأويقات قليلة جدا وما تبقى من زمن رمضان، فاستغله في مرضاة الله وفيما يفيد وينفع. سادسا وأخيرا، أهجر التلفاز، فهذا التلفاز غث ما يبث فيه أكثر من سمينه، إن لم نقل إنه لا فائدة من كثير مما يداع في هذه القنوات. فما أعد الله لك من مأدبة تقربك منه وتعتقك من النار وتقربك من الجنة أفضل بكثير من أن تنشغل بشيء كهذا. وللكلام بقية، أقول الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.